الأكيد معكم أيكم اسمها كمان متواصلين زاهيين الليلة معكم على إذاعة أجيال. كنحييكم ونقول لكم مساء الخير ومساء النور بكل ما يتواصل معنا وإينا الليلة دائما ال 12 بيل 11 ولا 11 و 52 دقيقة ومشتركة في أجيال ومزايا مواصلين معكم أيكم إلى غاية الواحدة ليلا إن شاء الله إلى غاية تنعسوكم تفتكم تنعسو ومشتركة في أجيال. كنحييكم ونقول لكم مساء الخير وتحياتنا كاع الإخوة اللي كيتواصلوا معنا وإينا من شمال المملكة لغاية جنوبها. أتواصل معكم وياكم وغاية في الشوق بين أحبكم كثيرا. أقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكل ما يتواصل معنا وإينا للنقاش الليلة. موضوع النقاش الليلة هو الصداء أو الصداء أو الصداق اللي كنتواصل معكم وياكم من خلاله. شحال يمكن تعطي لمراتك في الصداق؟ سولناكم هذا السؤال واخا حشومة، يعني السؤال ما خصو كاع يتسول، أكيد أنه ما خصوش يتسول. سولناكم قلنا لكم شحال يمكن تعطي الزوجة ديالك في الصداق، وسولناكم على القضية ديال الزواج المبكر. حتى هو يعني إنسان اللي كيتزوج مبكر، واش هذه واحد الطريق أو شي واحد السلوك اللي هو إيجابي الأكيد أو لا؟ على أي حنا مازالين معكم وياكم السماعي الكلام. كنحييكم ونقول لكم مساء الخير. للتواصل معنا وإيانا على سكايبي أجيال اف ام، لمن يريد ان يتواصل معنا في السكايب بالصوت نسمعكم، بالصوت تصلون لنا، بالصوت نحييكم، وبالصوت يكون لكم صوت وتعليق وتعقيب. كذلك على الباج اوفيسيال ديالنا في الفيسبوك اللي هي facebook.com/ajial.ma اللي بغيت يتواصل معنا ايا facebook.com/ajial.ma. رتيني حسن الحيت انا وتيني بركة درنا المقارنة باري شوان باري حلان وخلقي حاجلحي رسوح استجلحيته وريق المشكلة احتلام ديت النح. يمكن لكم تسمعونا مين هذه بالعربية حماس الموقع الإلكتروني يانسين كراد انتضبوا فيات ياك كراد انتضبوا فيات تنقيت راديو أجيال. مهم كراد انتضبوا فيه تنقيط راديو أجيال تنقيط كوما اللي بغيت توصل معنا وإيانا بركة درنح. تيمسيو الخير لنيت المستمع الكرام إمس فليد نح ياك بتشريحيت. كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا تحياتنا لكم. نواصل الغمار مع أصدقائنا دائما المستمع الكرام وفي برنامجكم الأتيري أجيال ديديكاس. نواصل دائما معكم.